في تلك الفترة حسب المعلومات التي لدي يعني من مصادر قريبة يعني ووثيقة الصلة، إنه قرار انحياز الجيش للمتظاهرين تم قبل يوم الخميس، تم من يوم الاثنين الذي سبق ذلك اليوم، واجتمعت اللجنة الأمنية، ويمكن بدأت تتكشف الأمور الآن يعني كلام السيد الفريق جلال الشيخ قبل المتداول يعني منذ يوم أمس مع الأهل في سرناب بيقول أنه تمت الضغوط، وهو الذي أقنع أو ضغط على الرئيس على نائب الأول رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وهو وزير الدفاع عوض بن عوف، وعلى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في تلك الفترة بأن بضرورة الانحياز للمتظاهرين. المعلومات اللي عندي أنا حقيقة يمكن هذا الأمر تم الترتيب له بدقة شديدة جدا وبسرية تامة، وكان محصور عدد الذين علموا بهذا الأمر وعلموا بهذا الانحياز، ويمكن أنا ما عايز أقول أدوا قسم، لكن حصل تنوير على نطاق ضيق جدا على مستوى قيادة الجيش، على مستوى قيادة جهاز الأمن والمخابرات. ويمكن لو لاحظت في الأيام الأخيرة قبل سقوط النظام السقوط النهائي كانت هنالك لقاءات مستمرة ما بين النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع بيعتبر انه هو القائد الجيش مسؤول من الجيش مع القيادات العليا داخل القوات المسلحه. ما كانت بتتسرب منها حاجه غير انهم سيحافظوا على امن الوطن وكذا وكذا، لكن التنوير كان لعدد محدود، عشان كده كان الـ 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 كان في سهوله في التحول والانحياز الى المتظاهرين. طيب.